يا هلا وسهلا فيك دكتور، وسعيدين بظهورك معنا في برنامج أعمار الأرض. أهلا بكم. الله يحييك. ومرحبا بكم في الجامعة. دكتور، في البداية كلمنا عن التخصصات الموجودة عندكم في الجامعة. لدينا تخصصات كثيرة في الحقيقة. قبل أن نتحدث عن التخصصات، أفضل لي أن أشير إلى أن هناك 5 كليات لدينا هنا. كلية اللغات، كلية العلوم الإسلامية، كلية التربية، كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، وكلية الأعمال الإدارية والمالية. طيب، خلنا نتطرق حول اليوم الكوادر الموجودين هنا أو المعلمين، كلمنا عنهم. في أولاً لدينا نوعان من التعليم. عندنا التعليم مباشر، تعليم عن بعد، وبعضهم في التعليم عن بعد، بعضهم يعني يقيمون في السعودية، وبعضهم في مصر، وبعضهم في دول أخرى، وهم أساتذتنا، يعني يعلمون المواد في التعليم عن بعد. مثلاً لدينا حوالي 30 دكتور في القاهرة يدرسون العلوم الإسلامية في التعليم عن بعد. نحن أنا كأبناء ماليزيا والله أولاً نفتخر بما قدمت المملكة العربية للشعب الماليزي، وخاصة لجامعة المدينة المنورة، وإن شاء الله نتمنى أن نرفع هذه الجامعة، اسم الجامعة وقوة الجامعة وجودة الجامعة إن شاء الله، حتى تكون جامعة عريقة، جامعة معروفة، وإن شاء الله هذه الجامعة تحمل أو تعطي انطباع إيجابي جدا إن شاء الله للمملكة السعودية العربية إن شاء الله، لأنها تحمل اسم المدينة. أنا كما قلت لك، اسم المدينة هذه اسمه محبوب لدينا.